محمد ابني الكبير اللي بيفتح معايا باكات الفيفا على قناة ماتش جامد اللي حكون سعيد جدا لو حضراتكم اشتركتوا فيها بس ده مش موضوعنا دلوقتي يعني عنده في امتحانات مدرسته نوعية اسئلة عاملة زي مواضيع الانشا كده ولكن بتتقاس بعدد الجمل يعني بيقولولهم لهم اكتبوا 30 جملة في الموضوع الفلاني او 40 جملة في الموضوع الفلاني وده تسبب في مشكلة عند الولاد انهم بقوا بينهوا الموضوع اللي هم بيكتبوه بمجرد الوصول للرقم المطلوب ايا كان وضع الفكره اللي هم بيحاولوا يوصلوها، ممكن تكون الفكره في نصها، ممكن تكون في اولها، بس ده مش فارق، طالما العداد وصل للرقم المطلوب بيروح رازع النقطه الجميله والسلام عليكم. طب ده ايه علاقته بالمراجعه بتاعت النهارده؟ هقول لكم كمان شويه. فيلم فانتاستيك بيستس ذا كرايمز اوف بيحكي الفصل الثاني في مغامره نيوت سكامندر البوس دامبلدور الاستاذ في مدرسه هوجورتس بيطلب من سكامندر انه يسافر لباريس عشان يلاقي جيلرد جريندلفولد ويمنعه من استكمال خطته جريندلفولد نجح في الهروب من السجن اثناء نقله من امريكا لاوروبا وهو دلوقتي في باريس بيحاول يلاقي كريدنس اللي نجا من احداث فيلم فانتاستيك بيستس الاول وهو دلوقتي في باريس بيحاول يلاقي عيلته وبذلك باريس بتتحول مسرح المواجهه المصيريه ما بين قوى الشر المتمثله في جريندلفولد واعوانه وقوى السلام المتمثله في نيوت واصدقائه تينا وجيكب وشويه ناس تانيين فيا ترى ايه اللي هيحصل The Crimes of فولد هو الجزء الثاني لفيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them اللي في رايي كان فيلم حلو وفيه حاجات كتير عجبتني بس اكتر حاجه عجبتني فيه كانت ان قصته محكومه ومتماسكة بشكل مستقل عندنا شخصيات تم تصميمها بعنايه وعندنا حبكه واضحه وعندنا مواجهه تم طبخها على نار هاديه وبتعدنا بشكل مناسب للافلام المستقبليه ولكن على ما يبدو الاعداد ده ما كانش كافي والشخصيات والاحداث اللي تم تقدمهم في الجزء الاول لا يتعدوا 30% مثلا من اللي يهم ذا كرايمز اوف جريندلفولد في شخصيات كتير ليهم تاريخ طويل محتاجين نتعرف عليهم وهنا بتبتدي معاناه الفيلم لاننا في الفيلم ده بنقضي وقت طويل جدا مع شخصيات بيحاولوا يلاقوا بعض نيوت بيحاول يلاقي جريندلفولد وكريدنس وتينا وتينا بتحاول تلاقي جريندلفولد وكريدنس جاكوب بيحاول يلاقي كوينى كوينى بتحاول تلاقي تينا كريدنس بيحاول يلاقي عيلته وشخصيات تانيه كتير بتحاول تلاقي شخصيات تانيه رغم انهم الحقيقه مش مستخبيين، وده اللي خلى رحلات البحث دي ممله الحقيقه وغرضها الاساسي هو المعلومات. اه مرحله البحث دي اللي هي تقريبا نص الفيلم كانت مجرد اداه، اداه لشخصيات عشان يحكوا لشخصيات تاريخ الشخصيات اللي هم بيدوروا عليهم، مفيش خطوات حقيقيه بناخدها. الاحداث ما بتتطورش عنصر التسلية في المرحلة دي الحاجة الوحيدة اللي وفرته كانت السحر الحلو كمحب كبير لعالم هاري بوتر اقدر اقول ان الفيلم ده عجبني جدا في عنصر التعويذ واللعنات والمخلوقات اللي اتقدمت فيه وكالعادة انبسطت جدا بالمشهد الواحد اللي جمع جيكوب وكويني ماليش دعوة يا جماعة انا بحب الثنائي ده قوي في النص التاني من الفيلم ربنا بيكرم الشخصيات وبيلاقوا بعض ومركز اهتمام الاحداث بيتحول الموضوع دلوقتي بيقلب حرب ما بين الشخصيات دي واولوياتهم المتعارضه لسه برضه عندنا شويه تاريخ عمال يتحكي في شكل فلاش باكس حتى في المرحله المتاخره دي من الفيلم وده معجبنيش عجبنيش قوي كمان الفيلم كان مهتم قوي بانه يقعد يربط خيوطه بالخيوط بتاعه هاري بوتر ودي حاجه معموله بس عشان تبسط جمهور هاري بوتر والحقيقه انا انبسطت منها ولكنها ما فادتش الفيلم ده في حاجه بس عموما الاحداث عماله تسخن والدنيا بقت مثيره للاهتمام اكتر واكتر اسئله كتيره بقت مطروحه على الترابيزه خصوصا ان معانا شخصيات كتير لا نعرف حقيقه هويتهم ولا حقيقه نواياهم وده كان شيء كويس جدا ووصلنا لمواجهه حلوه اقدر اقول عليها تسخينه كويسه وادتني الانطباع اننا على وشك مواجهه تانيه اكبر واهم واضخم واعنف وفجاه ال 40 جمله بتوع الامتحان خلصوا والفيلم قرر انه يحط نقطه ويقوم يمشي خدتوا بالكم أنتم من اللي في الاول وال 40 جمله وما اعرفش ايه وبعدين دلوقتي اه لا بجد يا جماعه الفيلم خلص وانا فاكره لسه بيبتدي دي من اسوا الاشتغالات اللي اتعرضت لها في السينما في حياتي يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان قصتك تكون مقسومه على جزئين بس لازم تقول لي. لما هاري بوتر عمل كده كان الموضوع واضح هاري بوتر اند ديثلي بارت 1 هاري بوتر اند ديثلي بارت كل الاجزاء التانية سابت خطوط مفتوحة بس برضو كان عندها نهاية واضحة للفصول اللي هي بتستعرضها بس في السلسلة دي وبعد الفيلم ده اعرف منين الفيلم اللي انا داخل اتفرج عليه ده هيحط كلمة النهاية لفصل معين ولا هيكون مجرد شنكل لان هي دي حقيقة الفيلم ده إحنا مشينا خطوات قليلة جداً وبعدين ركبنا شنكل عشان يوصلنا للفيلم اللي جاي، وشايف إن من حق كل المشاهدين إنهم يعرفوا المعلومة دي عن الفيلم من قبل ما يدخلوه، لأنها بصراحة حركة أنا ما احترمتهاش خالص. لو حطينا التقدم الطفيف والنهاية المفاجأة على جنب هقدر اقول ان الفيلم ده عجبني جدا تقنيا كل الافكار والمؤثرات اللي اتطبقت طوال احداث الفيلم كانت عظيمة والافكار والمؤثرات اللي اتطبقت في المواجهة اللي اكتشفنا بعد كده انها كانت المواجهة الاخيرة كانت اعظم على مستوى التجسيد فانا شايف ان ده افضل ظهور لجوني داب يمكن من ايام سويني تود التقاء مقنع جدا ما بين امكانياته كممثل وما بين الدور اللي هو بيلعبه وما بين الواقع بتاع سنه وشكله دلوقتي، مفيش شخصيه في الفيلم اقدر اقول انها كانت فقيره او اداء اقدر اقول ان كان فيه عيوب، بس مفيش اداء برز قوي بالنسبه لي غير اداء جوني ديب، ويمكن جود لو في دور دامبل دور وهو صغير، حقيقي كان حلو جدا، مقدرش اقول اني ما استمتعتش بوقتي وانا بتفرج على الفيلم، بس احساسي انها تجربه مش كامله، ما فيها تقدم واضح وما فيها انهاء لائق. اللي هما العنصرين اللي عجبوني في الفيلم الاول الشخصيات كانوا مربكين شوية بالنسبة لي في البداية ولكن بعد ما التراب هدي شوية اقدر اقول اني فهمتهم كلهم واعجبت باغلبيتهم ولو في سبب واحد هيخليني عاوز اكمل مشاهدة للسلسلة دي فهو عشان اشوف جوني ديب عنده ايه جديد يقدمه تقييمي لفيلم فانتاستيك بيست The Crimes of Grindelwald هو 6 من 10 لا 2018 لازم تبتدي تظبط معانا شوية احنا كبنا فلوس كتير جدا في السينما وما خدناش بيها اي حاجه لغايه دلوقتي بصراحه يعني مناقشه الحلقه ايه رايكم في موضوع الفيلم الشنكل ده اللي هو الفيلم اللي جوه السلسله الطويله اللي كل دوره انه يمهد للافلام اللي بعده يعني ده شيء ينفع ولا دي اشتغاله ولا ايه بالظبط يا ريت تساهموا برايكم في الكومنتس ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز، وباي باي